نحكوا راه زمين ستة في الكهان اظهر واحد بس قال لك واحد الشيء نعاود واحد الحكايه واحده اخرى. قال لك واحد الشيخ مرض مسكين داو له السويطار عنده بروبليم في قلبه. قال لك نهار اللي لحق السويطار لقاو شنوي وعربي جيت عاد قادر كنا نكمل على عربي. قال لك الشنوي هذاك طبيب دكتور مختص في العروق تاع الكلب. الشيخ ذاك ميت دخلوه داروا لا فيزيت. الشنوي ذاك يهضر وكاين ترجمان ما كانش يعرف شنوي انا هادي بهدلني والله. المهم قال لهم تين هاو تو ثينك سون في تاو با فهمت واش نفهم انا يا شنوي دكاتره ما يفهموهاش انا نفهم. قال لهم قال له راه قال لكم هذا السيد راه عنده بروبليم في القلب ضعيف. قالوا تون تي فاين توم سوني اش معناها؟ معناها نديروا له بيله تاع سوني. عرفتم فهمتوا شنو هي تالي من سوني لهون. المهم داروا له لوبيراسيون داروا له الاسماء بيله. قال لهم شنوي تاو تون تي باك فندم هيا ترجمها لك لا بد. قال لهم هذا يا اللي يقولوا ست اشهر وتعاودوا له بيله خلاص هيا راح نورمالمون ست اشهر غير ساعة يطيح ميساج عند الشنوي الطبيب بلي فلان فلاني تخصو اوبيراسيون يروحو يعاودو له البيلا. ست اشهر طاح الميساج ما كانش تاو تين تين يهضر مع الفربي. قالو معناها الشيخ فلاني وين؟ قالو ديما بانش. قال روحو اتصلو بيه. راحو اتصلو بيه طبطبو فتح لهم الشيخ لباس عليه مزعرب وش طلع شنو ذاك هاو تنتين تعاف تنتين معناها مزال حي هما راه عندهم شنية طويلة يهضروا ياسر وكثير. قالوا فرملي قالوا راه قال لك كفاه مزال حي. قالوا صح قال عافية. قالوا تنتين واش معناها كفاه دربت وراك عايش لهذا الوقت؟ قالوا تين هاو شيخ عادي هذا بشنوية خاطرش يهضروا له فيلا سوني فهذا. قالوا الفرملي عادي يترجم للشنوي. قالوا راني عضيتها شدك لي وقت شنوي شنوي. قالوا قول والله عرفوا عربي يقدر. تحيه بيكو تحيه